مشاهدينا الأعزاء، رجعنا لكم بعد الفاصل. هتمر على روحك أيام تقيلة وصعبة هتكسرك، وبعدها هيجي الفرج من الرحمن الرحيم الكريم وهيعوضك بأشياء لا ترى، لكن أكيد هتنور لك عتمة أيامك. فاصبر واحسن الظن برب العالمين، وتأكد إن بعد الصبر هيجي بإذن الله جبر، والصبر على البلاء بأجر، ودعوتك من القلب هتجاب بإذن الله، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. وإنت عند ربنا غالي ما تهنش، فما ترهقش نفسك بالتفكير الكتير، ده ربك قدير ويحسن التدبير. النهاردة معانا دعاء الإسلامي وعالم من علماء الأزهر الشريف الشيخ الدكتور محمد الشاذلي. أهلا بحضرتك، منورنا. أهلا بيك. في أيام صعبة بتعدي علينا كلنا، في أوقات بتبقى الدنيا متقفلة تماما، وفجأة نلاقيها فرجت من عند ربنا في حاجة أشبه بالمعجزة. فإحنا في الأوقات دي يعني مش كتير بيقدر إن هو يستشعر وجود ربنا غير لما تحصل حاجة قوية جدا. إزاي إحنا نكون مؤهلين إن إحنا نستقبل ده ونصبر نفسنا في الأوقات الصعبة عشان نعرف نستشعره؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ازاي احنا نكون مؤهلين لذا؟ في شوية اسباب، الاسباب دي لو الواحد اخذ بيها هتؤهله للمسألة اللي حضرتك اتكلمت عنها. اول حاجة علاقة الانسان برب العالمين. العلاقة دي بتؤهل الانسان داخليا لأي مشكلة ممكن تحصل. فأي مشكلة ممكن تحصل هيبقى رب العالمين هو رقم واحد، بخلاف اللي هو بعيد عن مصدر الوحي. واحد بعيد عن مصدر الوحي، بعيد عن الصلاة خالص، بعيد عن مواطن العبادة، بعيد عن مواطن العبادة، بعيد عن مواطن الذكر، بعيد عن التنسك، يقوم لما أي مشكلة، أي ضرب، أي كعبلة تحصل له في حياته هيعمل إيه؟ فبيتلخبط. فممكن يتصرف تصرفات عشوائية ملهاش أي معنى، وحتى الهدف منها مش واضح. مثلا نيجي نبص نشوف، نلاقي ان في واحده ست جميله جدا. انا لما بقرا القصه دي انا بضرب لها تعظيم سلام. الست دي جت للنبي عليه الصلاه والسلام بتقول له: يا رسول الله اني اسرع واني اتكشف. كل مشكلتها في الحياه حاجتين: تسرع اللي هو ربنا يعافي كل الناس، اللي هي النوبات او الكهرباء الزايده اللي بتيجي لاي حد عنده مشكله، ربنا يعافي كل الناس. دي كانت عندها المشكله دي. فقالت له: اني اسرع، بس مش الصرع بس، واني اتكشف كمان. فقال لها ايه؟ قال لها: ان شئت صبرتي ولك الجنه. هي دي مشكله بقى منغصه عليها عيشتها، تبقى قاعده مع اولادها في البيت وبيتغدوا تجي لها المشكله دي، فتعكر الجو العام للبيت. تبقى في الوظيفه مع زمايلها وقاعدين بيضحكوا وقاعدين بيقولوا هنعمل ونخطط لمستقبلنا، وانا ان شاء الله هشتري العربيه دي ومش عارف هعمل ايه، فتيجي النوبه فتعكر ما ال 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 المزاج وتعكر الجو العام للقعده نفسها. فقالت له: اني اسرع واني اتكشف. فقال لها: ان شئت صبرت ولك الجنه. هو ده المخرج، الصبر. ان شئت صبرت ولك الجنه، وان شئت دعوت الله لك فشفاكي. فقالت له: اصبر ولي الجنه إلا أني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف. يعني المشكلة اللي عندي دي أنا مش مشكلة، طالما الجزاء كده، الله يكرمك، طالما الجزاء النهاية جنة الخلد، هبقى مع النبي كتف في كتف، وقاعدة في الأنهار، وقاعدة في النعيم اللي ربنا أعدهولي على قدر المشكلة اللي هي كانت عندي وأنا صابرة جدا عليها. فلو أنا صبرت هدخل الجنة؟ قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة. قلت له: أصبر إلا أني أتكشف. ودي بقى مشكلة عايز أقف عندها، عشان دي حتة بتوجعني وبتوجع كتير من الآباء والأمهات. إني أتكشف فادعو الله ألا أتكشف. عايز أقول للآباء والأمهات: أخبار الباطل المقطع إيه؟ حقيقي أخبار الباطل المقطع إيه اللي بيسمعوني دلوقتي؟ عايز أهمس في كل أذن أب وأم: أخبار الباطل المقطع إيه؟ بنتك بتشتري البنطلون من فلوسك، والعورة باينة، وفي أجزاء من جسمها مش مكشوفة لكل الناس. دي إن هي بتسرع وبتتكشف، دي لازمه اصلا غصب عنها. بالظبط. يعني لما واحد يجي ربنا يعافينا، ربنا يعافيه طبعا اللي عندهم المشكله دي، بيصرع بيقعد يتقلب على الارض، بنشوف ناس كتير واجزاء من رجله وجسمه بيبان. لو واحده ست ولا بنت فبنفس القصه، شعرها بيبان ورقبتها بتبان ورجليها بتبان، الحته دي مقرقاها.
الحته دي تعباها. يعني انا بتكشف المرض يا رسول الله، انا هصبر على المرض وهبقى زي الفل، مش مشكله، عادي لو ان الجو العام تعكر في بيتي ولا مع زمايلي مش مشكله، عادي. انا عادي، انا راضيه، انا راضيه بالمساله دي، بس انا بتكشف برغم انه ليس عليها حرج. ليس يعني الله يكرمك، ليس عليها حرج. يعني هي لما بيحصل كده الملك بتاع الحسنات والسيئات مش بيقعد يكتب سيئات، ما بيكتبش سيئات، بخلاف اللي هو بيروح يشتري لبنته من فلوسه الحاجة اللي هي عايزاها، والحاجة دي أجزاء من جسمها باينة، أول حاجة العورة متحجمة قوي. طيب زي ما حضرتك بتقول، يعني اللي بيكون قريب بيعدي عليه المواقف دي أسهل شوية، لكن برضو في مننا يعني بيكون بيصلي وعارف ربنا لكن ما بيقدرش يثبت، يعني برضو كان يعني جميل. مش كل الصالحين، يعني الحسن البصري كان بيقول إنه في وقت في السراء كلنا ثابتين، لكن في الضراء بنتباين، الناس بتختلف بالزبط. فازاي حتى واحنا برضو يعني عارفين ربنا لكن نقدر في مواقف صعبه دي؟ جميل. اذا المشكله كلها في علاقه القلب ده. علاقه القلب اهم حاجه، علاقه القلب ده، اخباره ايه القلب ده مع ربنا. ما برضو ما يغركش ان في ناس بتصلي في الصف الاول ويدرك تكبيرة الإحرام وحريص حريص على المسألة دي، إن هو أول ما الأذان، قبل الأذان كمان بيكون رايح المسجد ويقف ورا الإمام خلاص، وعند أول مصيبة بيقع وبينكسر. الخلل ده منين؟ في خلل عند الزكاة، موسم الزكاة كل سنة بيطلع فلوس ما بيهموش، لو معاه 3 4 5 مليون يطلع عادي 200 ألف جنيه زكاة. في ناس المساله دي بتتعبهم شويه، انا هكسر المليون واطلع كل عام هجري 25,000 بدل ما هم مليون وانا مجمدهم بقى كده بقوا 975,000، ازاي 950,000 السنه اللي بعديها، فبيطلع الزكاه. عند اول صدمه، اول مشكله مع ابنه يعمل حادثه ولا زوجته تتعب ولا يبدا ان هو يقول يا رب طب ليه. هنا بقى بتظهر بقى المشكلة، هنا بقى بتظهر مواطن أو علاقة القلب برب العالمين، إن كانت هي علاقة حية وقوية ولا لا. فالصيام بيصوم، حج بيحج كل سنة وبيعتمر على طول. إذا المشكلة فين؟ المشكلة إن علاقة القلب دي، القلب ده فيه خلل. علشان كده النبي بيقول رب أشعث أغبر. أشعث أغبر، أشعث يعني شعره ده متنحكش، مش مسرح بقى شعره، لا شعره متنحكش وطويل كمان. أغبر يعني وشه ده عليه تراب. ذي تمرين، ذي تمرين يعني لبسه مقطع، مدفوع بالأبواب. يعني لو بيخبط على حضرتك أو بيخبط عليا أو على أي واحد من المشاهدين، أول ما يفتح الباب هينطرب، هيقفل الباب في وشه، مش قادر يستحمل شكله وحش، شعره طويل ومتنحكش، وشه فيه تراب وهدوم مقطعة، إيه ده؟ ده بني آدم؟ أهو ده بقى اللي أنت بقى حضرتك بتقول عليه ده بني آدم، لو أقسم على الله لأبره. قال لا، أمال المشكلة في إيه؟ المشكلة إن العلاقة ده بينبض، ده بينبض برب العالمين. عشان كده من السبعة اللي هم، قبل ما أختم الحتة دي، من السبعة اللي هم يظلهم الله في الظل يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. أيوة. شفت برضو الحتة القلب، برضو النبي بيأكد عليها حتة القلب، إن هو وهو خارج من ما صلاش، بس ده ما صلاش، ده هو صلى وقام جاي حاطط خالع قلبه كده ومنزل اللمبة ومركب مكان اللمبة قلبه وساب قلبه ومشي. طب ده بقى حضرتك لما يطلع في الشارع وحد يضايقه هيرد عليه؟ مش هيرد عليه. لو في واحد أذاه هيرد الإذاء بالإذاء أو السيئة بالسيئة؟ بيتعامل مع ربنا خلاص. بالظبط. يعني دي ملهاش علاقه بعلم ولا اجتهاد قوي خالص. طب يعني دول اللي بيطلق عليهم اللي عارف بالله، مين هو العارف؟ العارفين بالله اللي هم الاولياء. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي هو وصل لمرتبه الولايه دي مش اي حد بيوصل لها، ومش لازم علشان اوصلها تكون هدومي جميله ويكون شكلي مهندم وحاطط بيرفيوم اغلى حاجه وحاطط وبستخدم السواك وملتحق، مش لازم خالص. ما ياما شفنا ناس، ياما شفنا ناس بالاعمال وبالخواتيم، ياما شفنا ناس حياته عاديه خالص، وانا لما بشوفه عادي جدا ومات وهو ساجد. مات وهو ساجد. قد يكون من اولياء الصالحين ومختفيين بيننا كده مش عارفين بالظبط. فما نحتقرش حد زي الراجل اللي هو
في اكتر بقى حضرتك من ابو بكر وعثمان وعمر وعلي والصحابه الجهابزه دول؟ لا مفيش اكتر من دول. دول بقى قاعدين مع النبي كده في 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 المسجد حوالين النبي كده، فقال لهم سوف يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. فكل بص لبعضه، مين اللي ناقص؟ ده احنا كلنا موجودين. مين ده؟ دخل واحد اصلا ما حدش يعرفه ولا هو يعرفهم، اول مره يشوفوه. والكلام ده كان في المدينه المنوره، يعني كل الناس وكل اللي هما دخلوا الاسلام بقى عارفين بعض. دخل واحد المسجد ما حدش عارفه اصلا، وحاطط الحذاء اعزك الله الحذاء بتاعه كده، ولحيته تتقطر ماء. وبعدين دخل مشمر، يعني كان بيتوضى، وبعدين دخل صلى ركعتين. كل الصحابه قاعدين باصين له كده، ده بيعمل ايه ده؟ ده مين ده اصلا؟ تعرفه يا خالد؟ تعرفه يا عثمان؟ تعرفه؟ ما حدش عارفه. فبعد ما خلص صلاه ومشي، سلام عليكم ومشي. ثاني يوم النبي قاعد معاهم في نفس الوقت، قال لهم سوف يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. ده النبي اللي بيشهد ان هو من اهل الجنه، يا ترى مين ده؟ يا ترى ده اعماله ايه؟ بيعمل ايه ده؟ دخل نفس صاحبنا اللي دخل امبارح، علشان ما طولش، دخل نفس صاحبنا وعمل نفس اللي عمله امبارح. في اليوم الثالث قال نفس الكلام، سوف يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. بعد ما الدنيا خلصت، عبد الله بن عمر ذكي جدا، عايز يفهم هو النبي قال كده على الراجل ده ازاي؟ ده من اهل الجنه الراجل ده، اكيد لو عمل اي غلط ده النبي قال من اهل الجنه. مشي وراه قال له يا عمي السلام عليكم، انا عبد الله بن عمر بن الخطاب. عبد الله بن عمر بن الخطاب، خير يا حبيبي؟ قال له انا في بيني وبين والدي مشكله، ممكن تستضيفني؟ قال له استضيفك؟ ابن عمر بن الخطاب، تعالى يا حبيبي اقعد عندي. هو رايح ما كانش فيه اصلا مشكله، ده هو رايح علشان يبدا عدسه يبدا يشوف بيعمل ايه اللي عنده مش عندهم بالظبط. اكيد ده طول الليل حضرتك كنت بتقولي لي الناس دي اللي عارفين بالله دول كده ازاي؟ هل هو كتير صلاه ولا كتير زكاه ولا كتير صيام ولا ايه بالظبط؟ ولا كتير قيام ليل ولا ايه بالظبط؟ اخر اليوم بالليل فنام، وبعدين عين مفتحه وعين مغمضه وعامل نفسه نايم. وبعدين حب يراقب صاحبنا، لقى ان الراجل ده ما بيعملش اي حاجه الا ان هو قبل الفجر زي اي حد بيسمعني، او اي حد الفجر بيأذن فبيقوم عشان يصلي الفجر. نعم، مش طول ده اللي انت بتعمله الليل انا عايز افهم النبي بيقول كده ازاي؟ قال اكيد النهارده تعبان، اكيد بكره في حاجه بقى كده هيعملها احنا ما فيش حد مننا خالص بيعملها. تاني يوم عمل نفس الموضوع، ما عملش اي حاجه الا ان هو لما الاذان اذن بتاع الفجر قام يصلي الفجر زيه زي اي بني ادم عايش في المدينه المنوره وزي اي صحابي، مع ان في صحابه في الوقت ده كان بالليل تحس ان في خليه نحل في البيت، اصوات وقران واستغفار وتبتل وبكاء وقيام ليل ومش عارف ايه. فقال له حضرتك ما فيش اي مشكله بيني وبين عمر بن ابويا، بس انا عايز افهم قبل ما حضرتك تدخل من باب المسجد النبي قال سوف يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه، انت بتعمل ايه؟ قال له لا، شوفي بقى حضرتك، قال له لا ابيت الليل وفي قلبي حقد او حسد على احد من المسلمين. قال له الله، الباطن. شفت بقى الباطن. قال له هذه هي التي بلغتك، دي اللي وصلتك للحته دي، وهذه هي التي لا نطيقها، ما حدش يقدر عليها. طيب، وفعلا برضو يعني حتى من الناس المتعبدين بزياده وكده بيوصلوا ساعات لمرحله الغرور، يعني بيبقى حاسس ان هو بعبادته افضل من غيره، برغم ان هو طبعا من كتر العلم والدراسه اكيد عارف انه الباطن ده ليه دور كبير، لكن برضه يعني بيبقى فيه زهو وفخر. صحيح. بالعباده. سؤال جميل جدا. فده يعني ازاي ده يعني بقى الواحد يتجنبه، وهم المفروض يفكروا ازاي؟ طيب، هو لما بقى مع ربنا بالشكل ده وتصور ان مفيش حد زيه، وكل ما يدعي دعوه تستجاب، ابنه في ورطه يدعي دعوه، ابنه يبقى كويس، زوجته عندها مشكلة طبية ولازم تدخل جراحي فورا، لازم تدخل جراحي فورا، ويدعي ربنا في قيام الليل زوجته تبقى كويسة، الدكتور يقول ما عندهاش حاجة، انت عملت ايه؟ ما عملتش اي حاجة الا ان هي حاجة بينه وبينه ان هو بيدعي، طب انا عايز الراجل ده اللي حضرتك وصفتيه ممكن يوصل لمرحلة الغرور. طب الحل ايه؟ صح كده؟ ده السؤال. الحل ان ممكن يوصل لمرحله الغرور، ممكن يوصل لمرحله الاستكبار، ان هو يتكبر على خلق الله. وفي ناس ربنا بيعافيها،
في ناس ربنا بيعفيه. علشان كده كان من دعاء النبي: اللهم يا مصرف الكوب صرف قلبي إلى طاعتك. نعمة الصرف في نعمة غائبة عن كتير قوي من اللي بيسمعوني، وساعات برضو عني برضو، إن أنا ممكن نعمة الصرف ما باخدش بالي منها. إن رب العالمين هو اللي بيصرف، هو اللي بيصرف القلوب. فالنبي كان النبي نفسه حريص إن هو ما يقعش في الحتة دي. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت. أيوة. هي دي بقى الأدعية، ثبت قلبي بقى الأدعية اللي احنا محتاجينها عامة، يعني عشان نثبت في المواقف الصعبة، وعلشان حتى لو عملنا عبادة شوية وحسينا ان احنا كويسين ما نوصلش لمرحلة دي او قريبة منها. اكتر الأدعية ايه؟ العبادة، الأدعية اللي انا ممكن ادعو بيها اذكار الصباح والمساء جملة واحدة. مش دعاء واحد بس، فيش حاجة اسمها دعاء واحد بس. دعاء واحد بس أنا ممكن أقوله لواحد لسه داخل حالا دائرة الإسلام ومش عارف حاجة. أيوه. ما هوش عارف حاجة، فعشان أقول له أنت هتقول أذكار الصباح والمساء وفي سنن قبل الصلوات وبعدها هعقده. أيوه. مش هيستمر خالص، مش هياخد خطوة، هيتحقق واحدة واحدة بالظبط، ستيب باي ستيب. فدي كانت عادة النبي. النبي الصحابة كانوا هم بيبقوا في لسه كده واحد داخل الإسلام، وبعدين الإسلام حرم الخمرة وحرم كل الكلام ده، بس هو بيشرب خمرة ومش قادر يبطلها، فكان النبي عارف بس بيعديها له. عارف وبيعديها له، لأن إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. فأوغلوا فيه برفق. إيه الأدعية اللي أنا ممكن أقولها علشان تثبت قلبي، تثبت قلبي على الطاعة، وتثبت قلبي على العبادة، وان انا ما اوصلش لمرحله الغرور بتاع الاستكبار بتاع العباده، ان انا افضل من الناس دي كلها. ايه الحاجه؟ اذكار الصباح والمساء. المواظبه على اذكار الصباح والمساء بتورث التواضع. ودي مهمه جدا. المجتمع لما بيكون افراده متواضعين بينهض، والله بينهض. والحته دي، الحته دي النبي رباها في الصحابه. اوعى حد يتكبر. فاول حاجه عملها عمل العمل الاخوه. الاخوه ليه؟ اول ما راح المدينه علشان خايف من المساله اللي حضرتك قلتيها لي دلوقتي، حته مهمه، ان ممكن واحد فيهم يتكبر من ان هم عارفين بالله، والصحابه كانوا كلهم اهل عباده. طيب واحد فيهم ممكن يتكبر، هتتكبر انا هكسرك. طب ايه؟ ما فيش حاجه اسمها صفوف الاغنياء وصفوف الفقراء ومساجد الاغنياء ومساجد الفقراء. انا بتكلم مع حضرتك على بعد معين. ده الجديد اللي المشاهد محتاج يسمعه، البعد ده. مفيش حاجه اسمها مساجد اغنياء ومساجد فقراء وصفوف الاغنياء وصفوف الفقراء ورا، لا. فالنبي وقف بلال بن رباح الحبشي في اول صف جنب ابو رويحه الخثعمي، جنبه ده مالتي مليونير. وبلال بن رباح الحبشي تحت خط الفقر. فلما الفقير يلاقي نفسه جنب الغني العابد اللي وصل، ده غني وعابد كمان، وصل لمرحلة في العبادة عالية جدا، ويوقف جنب واحد فقير، ده بيكسر الإنسان. بيكسر الغرور اللي هو ممكن الشيطان ممكن يساعد عليه ويكبر، وبعدين يؤدي الاستكبار. أنا أتكبر على خلق الله. وغير أذكار الصباح والمساء والأدعية اللي هي بصيغة معينة، لو الإنسان بيكلم بس ربنا كده يعني من قلبه، ده يعتبر دعاء برضو؟ طبعا. لا، الدعاء أنا عايز أقول في فرق كبير جدا بين الفضفضة. الفضفضة ممكن أفضفض مع رب العالمين وأنا أقول يا رب أنا في مشاكل، يا رب أنا زوجتي تعبانة وأنا تعبان والراتب مش مكفي. زي كتير الراتب مش مكفي وانا وضع صعب، يا رب انا مش عارف اعمل ايه. دي فضفضه كويسه جدا. دي 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 بت الانسان بيكتسب منها طاقه ايجابيه، انه بيفضفض مع رب العالمين. دي معناها ان رب العالمين حي في حياته، موجود في حياته. لكن الدعاء هو ان انا اقول يا رب او يا الله، ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب. فما تروحش حتة ثانية. انت رايح فين؟ يعني العبادة ليها صور كتير غير الصورة النمطية اللي ساعات بنحطها في ذهننا، وعشان كده ممكن واحد مذنب ويعني الذنب ده بيؤرقه ومش عارف ينام منه، بيبقى أفضل عند ربنا من العابد اللي فرحان بعبادته. طبعا في واحد من كتر العبادة ومن كتر ما هو منغمس في العبادة، وده شيء حلو خالص الواحد يسقف له عليه، حلو خالص إنه هو منغمس في العبادة وكويس خالص، بس ممكن هو كان بيعمل مشاكل. والنقطة دي كتير جدا بنقع فيها. أنا كان عندي مشاكل، وبعدين مشاكل في حياتي وأخطاء في حياتي وكبائر في حياتي وذنوب في حياتي، وبعدين أنا دخلت العبادة وأنا في العبادة
كل ما افتكر الايام دي الله والله كانت ايام جميله. ده دي مصيبه بخلاف اللي هو اصلا وضعه في العباده مش زي صاحبنا ده، بس كل ما بيفكر في الذنوب بتاعته والمشاكل بتاعته بيتعب. والمساله دي بتؤرقه، ده عند ربنا كبير غالي قوي. طب ليه بنشوف من الاجانب ان هم يعني استشعار ربنا في الاوقات الصعبه ده بيبقى يعني حاجه كبيره جدا؟ يعني حتى من اغلب اللي اسلموا، وفي منهم ناس يعني موجوده ومعروفه وبتحكي قصتها كتير، يعني زي دكتور كان بنته كانت هتتوفى ودخل، هو كان ملحد وقال انا دعيت ربنا لو انت موجود انقذها، فلما شاف المعجزه دي حصلت والدكاتره بيقولوا لا دي بقت كويسه، هو خلاص يعني اتجه اتجاه تاني، ويعني خلاص بقى داعية يعني. جميل. فالنماذج دي ليه بنشوفها في الأجانب كتير عن إن إحنا ناس عادية بناخد الأمور ببساطة مع إن بتحصل حاجة شبه المعجزة ونرجع بالزبط. تاني زي ما بالزبط. كنا على فكرة شفت الأجنبي بيعمل إيه؟ لما حصلت طفرة في حياته خبلوا منها قوي وركز عليها، والطفرة دي المعجزة اللي حصلت مع إنها ممكن تكون في حياتي كل يوم وممكن تكون في حياة المسلمين كل يوم وعندهم معجزات كل يوم، بس ما بياخدوش بالهم منها عشان إحنا ما بناخدش بالنا، إحنا بننسى أو بنتناسى. ده علشان حياته كلها كانت مظلمة، حياته كلها كانت مظلمة. فأول نور ظهر في حياته علم معاه إيه ده، فبدأ يسأل هو إيه ده بسبب إيه؟ مع إن إحنا في حياتنا كل يوم لو حضرتك جيتي أو اللي بيسمعوني أنت جيت تفتش في حياتك هتلاقي حتت منورة كتير، بس أنت ما أنتش واخد بالك. حتت منورة كتير، وربنا أنقذك من مواقف أنت كنت هتضيع أساسا منها، كنت هتضيع فيها وكنت هتنتهي، بس ربنا طلعك منها. بس إحنا ما بنركز، ما بناخدش بالنا. طيب احنا ممكن على نياتنا ربنا يعني يجبرنا؟ وهل مثلا يعني في دعاء مستجاب ممكن اقوله حتى لو انا مش قويه قوي في العباده، لكن لو قلت الدعاء ده يحصل معايا حاجه شبه المعجزه؟ الدعاء ده في ادعيه كتير جدا، في ادعيه النبي حط ادعيه في مواطن كتير قوي. قبل النوم في ادعيه، اللهم اني اسندت ظهري اليك وفوضت امري اليك رغبة ورهبة منك إليك، لا منجا منك إلا إليك. الدعاء ده كله تفويض وكله توكل، أسندت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة منك إليك، لا منجا منك إلا إليك. كله تفويض. لا بلاش ده. أنا لما يكون عندي دعاء زي اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. شفت الكلمات الجميلة دي اللي هي كلها تسليم وكلها تفويض؟ عشان كده بقول للمشاهد أنت لما تفتح، مش عايز أقول أدعية كتير عشان وقت الحلقة، عشان نركز على نقط معينة وننور نقط معينة المشاهد محتاجها. الأدعية دي كلها اللي هي موجودة في أذكار الصباح والمساء، أنت حضرتك لما تتصفح أذكار الصباح والمساء نقي بقى نقي بقى الحاجة اللي أنت شايف أنا محتاج ده، وأنا محتاج ده، وأنا محتاجة دي. فأنا عشان كده بدعو المشاهد إنك أنت في كتب كتير جدا للأذكار الصباح والمساء، هتلاقي أكثر من 50 دعاء بأسانيد صحيحة. أنت شوف حضرتك الدعاء اللي أنت شايف إنه قريب منك وأنت قريب منه وحافظ عليه، ويقول بقى المطلب الخاص بعد الأدعية دي. بالظبط. يعني الصحابي لما كان في الصلاة وبعدين النبي بيصلي وبعد ما خلص صلاة، قال مين اللي دعا دعاء بعد الرفع من الركوع؟ في حد دعا دعاء انا ما قلتوش قبل كده؟ فقال له سكت. مين اللي في كلام اتقال انا ما قلتوش الكلام ده؟ انا ما عرفتوش لحد. في حد قال حاجه؟ انا رسول الله. قلت ايه؟ قال له قلت اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. حق الدعاء طويل. فقال له لقد رأيت 31 ملكا يأخذون هذا الدعاء يتنافسون عليه أيهم يصعد به إلى السماء. وهي من عنده هو، من عنده هو. طيب يعني آخر حاجة بس قبل ما نختم،
إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يعني ممكن الواحد من يعني بعمله أو بنيته ربنا يدافع عنه من غير ما هو يتدخل خالص في أي ظلم يتعرض ليه؟ ممكن الموضوع أصلا هو سابه خالص، ساب القضية خالص والحل يجي من فوق. علشان كده بقول شوية حاجات كده، لازم شوية حاجات مع بعضهم كده لازم ناخد بالنا منهم. أول حاجة إن أنا أصبر، اللي هي أذتك دي أصبري، واللي أذاك ده أصبر. أصبر، بس مع الصبر في حاجة، كل الناس بتصبر لكن في حاجة الناس غايبة عنها، اللي هي الرضا. كل الناس بتصبر لكن ليس كل الناس بترضى. فمع الصبر رضا، وبعدين ما تردش السيئة بالسيئة، مهمة جدا. وبعدين نقطة رابعة كمان، انتظر الفرج من السماء، لأن انتظار الفرج ده في حد ذاته حسن ظن بالله. لما أنا استنى الفرج، إن الفرج ده جاي من السماء، وأنا كل يقين إن في حاجة هتنزل من السماء، ده في حد ذاته حسن ظن بالله. ربنا يجعلنا دايما من الصابرين الراضين. بنشكر حضرتك جدا دكتور محمد الشاذلي، الداعي الإسلامي ومن علماء الأزهر الشريف. وإحنا يعني اللي بيكون مع ربنا بس وهو فاتح قلبه أو يستقبل أنواره وتجلياته، ده فعلا بيشوف ربنا، مش لازم بالعين لكن بالقلب والروح. ربنا يجعلنا جميعا منهم. شكرا مشاهدينا، ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.